بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، نشرفنا يا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. منور كابتن شريف. منور يا كابتن. منور علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عبد الناصر. اهلا كابتن ناصر، الله يخليك. مبروك النادي الاهلي كابتن على الفوز والاداء والنتيجه، حاجه جميله وحاجه مبشره ان شاء الله عبال المباراه اللي جايه ان شاء الله. مباراه تحكيميه كابتن ايمن سهله جدا، يعني اي حكم كابتن اسامه يتمنى ان هو يلعب هذه المباراه، اي حكم. ملعب جيد، النادي الاهلي النهارده فرق بالنتيجه والاداء، مفيش اعتراضات على التحكيم يا كابتن، ولكن لما نيجي نقول المباراه سهله تحكيميا نقيم التحكيم يا كابتن عادل، عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم النهارده، سواء كان عند حكم الميدان او الحكم المساعد رقم واحد. وده السؤال، النادي الاهلي كسب النهارده كابتن اسامه 3-0، اخطاء تحكيميه؟ لا، طالما هنحط حكام جداد كابتن ايمن لابد يكون فيه الفار يكون موجود. النهارده بتخيل النهارده لو النتيجه مش 3-0 في وجود هذه الاخطاء، النهارده حكم مساعد لعبتين انفراد تام للنادي الاهلي بيشرع التسلل. مظبوط. يعني طب النهارده لو مباراه صعبه النهارده في لعبتين زي دولت الفار مش موجود يا كابتن اسامه؟ لا، طالما بتحط حكام جداد يا كابتن عادل لابد ان يكون في تقنيه الفار موجوده. كلامنا مش كلام مرسل، ولكن النهارده كان طاقم تحكيم من تشاد، نشوف الطاقم التحكيم الموجود وشوف يا سمير هنا الحكم، يعني زي ما بقول المباراه سهله للاسف هو صعب على نفسه، ولولا نتيجه كابتن عادل النهارده النتيجه والاداء النادي الاهلي هو دوت اللي خلى النهارده المباراه تحكيميا تطلع بشكل جيد. هروح لاول حاله معانا، حاله مهمه جدا يا كابتن اسامه، وانا السؤال يعني زي الحاله لو معانا الماتيريال كابتن علاء، هنا ألي ديانج نجح في لعب الكره برجل الشمال، يعني زق الكره راجل جاي من خلف اللي هو كوابي اللي هو المدافع رقم 4، ما عندوش اي فرصه لعب الكره خلاص، يعني ديانج حط رجليه عادل وخد الكره، وهنا الراجل هنا اتدفع من الظهر ثم العرقله من تحت رجل في الرجل، وشفنا هنا الرجل اليمين مع السمانه او الركبه من خلف، مخالفه واضحه جدا جدا. السؤال هنا يعني لماذا لم يحتسب الحكم هذه المخالفه؟ وده كان سؤالي. حكم بيبعد بالظبط كابتن، لو احنا معانا الماتيريال بيبعد تقريبا نشوف، لا لا دي حاله، لا لسه مش هنيجي للتسلل. حكم كان قريب جدا كابتن عادل، ولكن تقديره للمخالفه للاسف هو قال يلعب، وكان قراره كان قرار غير صحيح. هذه الحاله زي ما قلت لو الفار كان موجود، لا الفار كان هيستدعي الحكم، ولكن الجزاء صحيحه لم تحتسب لألي ديانج تقريبا. يعني بنقول لو المباراه صعبه كانت عملت مشكله.